بنلاقيهم يعني في نقص شديد بالأدوية بالبلد نعم. خاصة بالمضادات الحيوية والمسكنات نعم. الأدوية الإسعافية يعني الجريح ما فيه له دواء يعني مثل ما شايفين قرب تفرج هاي الأدوية كلها شايف معقمات قديمة الأدوية مأخوذة من البيوت يعني الإبر ضرورية كمضادات حيوية ومستلزمات المشافي ما متوفر منها أي شيء على الإطلاق لا معقمات ولا شاش ولا أي شيء على الإطلاق في نقص شديد مثل ما شايفين غالبية أدوية مستعملة أو قديمة مأخوذة من البيوت ما في شيء جديد موجود على السوق.